السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا فيديو اليوم، هذا الفيديو هذا غادي يكون سبيسيال، حيت غادي نديروا مفاجاه لبنى. بغيت نفاجئها صراحه بشي حاجه اللي تكون زوينه وتكون في المستوى، واخا دابا يعني في واحد الظروف اللي مزيرين بعد هاد المشاكل، وراكم عارفين يعني كنشارك معكم كلشي شنو كاين وشنو واقع. دابا جيت الملاح باش بغيت ناخذ لها شي حاجه ديال الذهب هكا تكون زوينه وهكا غير خفيفه روميه، داكشي اللي كتبغي هي. صافي دابا راها في الطبيب، وديجا درت معكم فيديو اتصلت بها وقلت لها غادي ندير لك مفاجاه وشنو كتوقعي. قالت لي لا، قولي لي شنو كنبغي انا، وراكم عارفين هذيك القضيه ديالها زعما الذهب. صونيت عليها قبيله قلت لها غادي ندير لك مفاجاه، وقالت لي نقول لك انا شنو كنبغي. المهم هي راكم عارفين كتبغي الذهب، كتحمق عليه. انا شويه يعني بالنسبه لي كان ولا ما كانش، ولكن هي راه واحد الدرجه ما يمكنش، داكشي علاش بغيت نفرحها ان شاء الله. و ما غاديش نعطيها اليوم الكادو، غادي نشريه غادي نخبيه عندي، وحتى نعطيه لها بطريقه زوينه. وبغيت هكا نعطيه لها غير طوموبيل ولا صافي على ابنها هكا، ها هو غادي نعرضها لشي بلاصه زوينه، شي عشاء زوين، شي حاجه هكا زوينه، عاد نعطيه لها كيكون داكشي تشكيل ويكون بابا حاضر. حتى هو بابا حاضر ديما في الماكله، في الماكله ضروري بابا حاضر، ضروري من الحضور ديالو. والعائله كلها غادي تكون حاضره ومجموعه ان شاء الله، عماماتي وميمه وبسيدي ان شاء الله يا ربي. المهم ماشي شي حاجه اللي كبيره، ولكن غادي نفرحها. واخا شي حاجه بسيطه، الهديه مقبوله كيف ما بغات تكون، كاينه ولا لا؟ اكيد. صافي احنا مازالين يلا في دخلات الملاح، وجلست هنايا باش ندير معكم الفيديو، وغادي ندخلوا دابا نشوف هكا شي حويجات اللي زوينين واللي كتبغي هي، وغادي صافي ناخذها لها ان شاء الله. سمحوا لنا بزاف على صداع ديال الطوموبيلات. المهم ان شاء الله فاش غادي تخرج البنيته وعاوتاني غادي ندير لها شي حاجه اللي زوينه ونكبروا بها. بابا بغى العصير ديال الرمان، المهم راه كيصوبو العصير ديالو. تبارك الله عنده هادشي نقي، تبارك الله ما شاء الله، تبارك الله. زعما كيعجبوني اللي عندهم هكا مشاريع صغيرة وداكشي عندهم نقي ما شاء الله، برافو عليهم والله. كيعجبني شي واحد اللي نقي. جمعيه المجتمع المدني بشراكه مع المكتب المدني لكبار السن والاشخاص ذوي الاعاقه. جي جي واحد، لا غير واحد. اوكي جميل، شنو 10 طرمان كي جاك؟ 10 حاله رضا تصرف رضا زوين، حاله واحده ممتاز. راه جاي في الدخله ديال الملاح، زوين زوين دول البلاد، زوين دول تاكلوا الرمان، شربوا العسل تاع الرمان. المهم البنات، بان لي يمكن غادي ناخذ هذه، شوفوا كيفاش جات زوينه زوينه بزاف، مؤدبه زوينه، كاينين بزاف ديال لي موديل. حتى شفت ناخذ حوالق، ولكن لا ما لقيتش داكشي اللي بغيت انا، بالتالي قلت ناخذ لها هادي. نتمنى تقبل عليا لبنى حبيبتي حبيبة قلبي. لبنى الأطرش. لبنى الأطرش. الأطرش. لبنى الأطرش. سلوى. شكرا.
كل يوم جديد. كل يوم جديد. علاش؟ واش اللي كنت تاخذ؟ انا ما بغيتوش. ما بغيتوش. هي شوف هي فعلا. شكرا بارك الله فيك على خدمتك. المهم انا خديت داكشي. المهم قولوا لي كيفاش جاتكم الكورميت هاد لا فيديو. هادي ما غادي تحط حتى نكون انا درت لها، يعني عطيتها لها، عطيتها الكادو، حيت الكادو كيبقى كادو. والله ما قلت لها شي حاجه ولا في خبرها شي حاجه، صافي خليتها هكاك حتى نعطيه لها ان شاء الله. وهذا ما كان. نتمنى تعجبكم، قولوا لي في لي كومونتير واش زوينه ولا لا. انا صراحه عجبتني بزاف بزاف. الغزالة اللي صراحة في الغابة الله ينورك. شكرا بارك الله فيك. الخبز ديال صفر النوت شحال زوين وشكال زوين عجبني. بصحة وراحة. عرفتي واحد جوج دابا هادي ثلاثة ديال العشية سخونة سخونة بشي لبنى عندي لك واحد الكادو. شنو كتوقعي؟ عاوتاني من جديد. انا هادي هي هذيك هي درتك التاليه الاولى والاخرى. ان شاء الله شي حاجه اللي غادي تعجبك. دايره فيديو دايره فيديو. اصبر ندير شويه البرودو. هضرتي شنو المفاجاه؟ والله الا قلتها لهم هي فوق ما نقول لها مفاجاه تدير لي زعما الذهب. عزيز عليك الذهب ماشي عزيز علي. جاها جا كثر من عزيز وغالي. عزيز وغالي انت يا نور عيني يا اللي في البال
ساك محال. صافي بديت نزبلها. متتبعين غادي نعطيكم واحد سكوب على البنيته. يلا نعطيهم واحد يلا فابور. البنيته كتشبه لسي محمد. قولي والله ما كاش في خبرنا. توهمت على يسرى ولد سي محمد. وانا اصلا كنشبه لبابا. حليل وناقش. كتشبه لسي محمد. يلا اراكم الفيديوهات. لا ولا هذا سكوب خرجت. انا كنشبه لبابا فهمتي؟ اه انا بابا فوتوكوبي. اذا راجي كتشبه ليسرى. ايه ورا توهمت عليها تقول لي داز ليا. نولي نتوهم اللي داز عليا ماشي سهل. قولي نولي نتوهم. لا اختي كرهت الله يستر. عرفتي انسان تتوهم عليك كتعيشي في واحد الجحيم. شوفي الا توهم عليك بنادم كيبغيك غتعيشي في الجنه. اه الا كان كيبغيك. اه زوينه هذيك. الا جاتو بال بالكراهيه خايبه. شي كراهيه بحال اللي كيوقع النفور اللي كيهرب منك فهمتي. اه كنت سبحان الله داك الشيء اللي كيديروا ربي. اه ما كنتش كنبغي تقيسيني ما عرفتش علاش. وكندور وكنقول لها سيري الدوشي سيري الدوشي. بنت خارجه من الدوش ولابسه التقشيطه والحاله والشان والهمه. قول لها الريحه كنشم فيها هكا زعما الله يسمحني منك. اي واش دوزت في داك 3 شهور ولكن على وجه بليته. ماشي مشكل. حياتها هي بحالها سميمره. سميمره ما نقولش اللون ديالها. عاود سكوبا مره اخرى عاوتاني. وحنا نخرجوا دابا. المهم عطيتهم ملامح نتاع السي محمد. مره اخرى نخرج لكم شويه ان شاء الله. المهم اليوم راكي معروضه لواحد البلاصه زوينه. قولي والله والله بهذا الحال. لا غادي نخليك تمشي للدار وتلبسيه وعاد نخرجوا ان شاء الله وتاكلي. واش معروضين كاملين ولا غير انا؟ معروضين كاملين. اي قبل ما تزناش لامي ما امتحاني ما وانت ما تزنا تزنا اختك فاطمه الزهراء. الله مع الجار علي والله يا صعصع الدار يخرج يقول لك غادي وكيزغرك. واش نهضر اخوتي العزاز ولا نسكت؟ لا صعصع مشغول كيسيق باقي ما سالاش السياق. مازال ما حيش الحزام باقي كيسيق. وقيلا غايدير الكسكسو غايدير الكسكسو مورا غايدير عنده الملاوي. قال لك الملاوي ديالو كيحمقو. فنن 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 دابا خليه مشغول. عاودوا لنا عليه الطيابه داك الشيء تتشقم داك الشيء. ايوا كان علينا نجيبوه هو يجمع الرحيل. هاد بوشرى صحيحه صحيح داكشي زيد فيها 2 متر ودارت له حزم وحس ماتو وضاته يكرط. الله يلا برافو عليك. كيكرط والعرق في الباطا. الله يلا برافو عليك. ضاحك داكشي ما يصلح له حتى هو. يا سيدي تقلت متر كتلعب دور. انا كنت حاب ليها كيفاش نضرب داك السياق. انا ما خليتها هو فيه الكفايه. هادشي اللي